انه في واحد منهم من البلد اياها شال علم اشقائنا من على بلكونة مواطن مغربي في امستردام، وجاب لنفسه الكلام بقى، راحوا المغاربة روقوه. فانا اتكلمت في الفيديو اللي فات قلت لك انا شفت المغاربة عاملين كده بصراحة حاجة بطولية، عرفت كمان ان هم اللي استفزوا المغاربة يعني كمان، يعني انا معرفش الصراحة، يمكن هم افتكروا ان المغاربة زي كوكب لالا يعني بتوع كلمتين وخلاص، واحنا معاها ظالمة او مظلومة، وافتحوا لنا الحدود يا عالم، وافتحوا لنا الحدود يا مصر والكلام ده، فقال لك كده كده يعني ممكن زيهم زي كوكب لالا فخلاص. لكن طبعا في فرق كبير جدا ما بين المغاربة وما بين كوكب لالا. المغربي مش هيقول لك كلام وبس، لا، هياخد فعل، والفعل اتفقت معاه بقى انت، اختلفت معاه، انما هو فعل بطولي. ليه بقى؟ عشان بيجي حد يتكلم معانا بعد كده ويقول لنا اصل بص المغاربه بيعملوا ايه في اوروبا. لا، هم المغاربه ما عملوش، هو اللي بدا. هو شاف علم لاشقائنا متعلق في بلكونه واحد مغربي عايش في امستردام، شالوا او معرفش عمل ايه، المهم يعني، وبعدين اتكتروا على المغربي ده، فخدوا بقى اللي فيه النصيب. المغاربة الدوم اللي فيه النصيب، اصل دول اسود، يا اللي بتقولي ان انا بطبل لهم، اطبل لهم كمان؟ اصل دول اسود، اخواتي المغاربة اسود، انا عارفهم ومعاشرهم وعايش معاهم وشفتهم واصحابي واخواتي اسود، مش بتوع كلام، مش بتوع بلا 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 وخلاص. فانت خدت اللي فيه النصيب وهم خدوا اللي فيه النصيب من المغاربة، وانا مبسوط جدا ان العالم كله شاف رد فعل المغربي بيبقى عامل ازاي في المواقف دي، مش كلام وبس. وهادشي اللي كاين عيلة ما نقولوها، راه هادشي اللي كاين. فاش تيجبدو المغاربة تيلقاوهم؟ ألف تحية لكل أهل المغرب الموجودين في كل حتة في العالم، ومئة مليون ألف تريليون تحية لكل المغاربة الموجودين في أوروبا. رفعتوا راسنا رجالة، والله تسلم إيديكوا ورجليكوا وعينيكوا وكل حاجة، والله العظيم نار يا جدعان. لا 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 لا، تسلم ايديكم بجد، خليك مغربي يا حبيبي منك ليه، وخليك راجل. السلام عليكم. الرجالة اللي بجد اللي امبارح رفعوا كاس الرجولة، رجالة المغرب، ارجى الرجالة في شمال افريقيا وقارة افريقيا ويمكن اسيا، وبصوا واوروبا، رجالة المغرب، رجالة المغرب اللي علموا الدنيا كلها الرجولة. ألف شكر يا رجالة، ألف 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 شكر يا رجالة. كفيتوا ووفيتوا، كفيتوا ووفيتوا. امبارح انتوا خدتوا بطولة الرجولة على مستوى العالم، ألف شكر. تسلم ايديكوا ورجليكوا، تسلم البطون اللي شالتكوا. رفعتوا راسي وفرحتوني. اخواتي المغاربة في امستردام خلتوني رافع راسي، فيديوهاتكو قاعد عمال افرجها للناس في جوهانسبرج طول ما انا ماشي، اي حد بقابله بفرجه اقول له دول اخواتي لحمي ودمي بيدافعوا عن اطفال فلسطين. ايه العظمة دي وايه الجمال ده وايه الحلاوة، والله بحبكم يا اخي، والله بحبكم اكتر ما كنت بحبكم. عرفتونا ان احنا كلنا حاجة واحدة، كلنا بندافع عن بعض، كلنا بننصر المظلوم. هاي 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 هاد الصباح صح. الفرعون المصري ما صفتش ليك تحية، صح، راك عزيز وشكرا على هذه الأغنية، أغنية الأخرى جميلة، أغنية في خاطر المغاربة، في خاطر ذكرى المسيرة الخضراء، جميل جدا. والأخت كارمين مرحبا. 70,000 فيديو و7,880,000 فيديو على المغاربة اللي في أمستردام. انا حضرت لكم واحد شويه هاد الفيديوهات، ما راه عاجبني، ما يمكنش هاد الفيديوهات تلاحوا على هاد الهضره، وكلشي تيشكر في المغرب. لقطه الكوميك هما حضروا شي كراغيله تيقولوا لي اي تعليق اي فيديو، تيدخلوا للتعليقات وتيكتبوا ولا راه كانوا الجزائريين حتى هما، ولا راه حتى الجزائريين حتى هما كانوا حتى هما شاركوا، واش ما عرفتش. الناس كلهم تيقولوا المغاربه وهذوك حاشرين راسهم صحه. العرب ديال الكره الارضيه كلهم فرحانين، تحيه المغرب وتحيه المغاربه وتحيه المغارب. بغيت نسولكم انا، فين كنتو نتوما ملي كانوا كيسبوا لينا بناتنا في مواقع التواصل الاجتماعي؟ فين كنتو نتوما ملي كنا حنا كنتسابوا لف بنات؟ تخيلوا معايا واحد النقطه خفيفه بغيت نهضر عليها، ما فيهاش شي معنى خايب، غير بغيت نهضر عليها، ممكن نتعمقوا فيها في فيديو اخر. هو ان
اي انجاز مغربي تلقى العرب كلهم تيتشاراو معاك شرفتوا العرب شرفتوا العرب شرفتوا العرب. هذا ما فيه هاد الهضره اللي تنقول ما فيها حتى شي معنى على شي حد، ما تنمعني حتى شي حاجه خايبه على شي حد. مرحبا بالعرب، حنا مغاربه مور امازيغ ناطقين بالعربيه. حنا المغاربه هادي الا كان شي واحد ما متفقش معايا راه ما عرفش شكون راسو. هذا اتفاق جماعي للمغاربه. الا كان شي واحد، انا ما تنهضر بسميت حتى، انا نهضر ديما بسميتي. الا كان شي واحد متفق يقول لنا اشنا هو اللي ما متفقش في هاد الهضره هادي. المهم ان العرب كلهم تيتشاروا في اي انجاز مغربي شرفتوا العرب. وختم الا كان شي نكسه ولا شي حاجه مغربيه كلشي تيتكلر. هذيك فاش تكون شي نكسه ولا شي حاجه مغربيه، فاش يكون شي انجاز قدام العالم انجاز عربي. انا فقط فتحت هاد القوسين هادو. رجع الاخت كارمن سامحينا قطعنا على قطعنا نعاودوها من الاول. هي هاد الصباح 70,000 فيديو و 7,880,000 فيديو على المغاربه اللي في امستردام والعرب ديال الكره الارضيه كلهم فرحانين. تحيه المغرب وتحيه المغاربه وتحيه المغارب. انا بغيت نسولكم، انا فين كنتو نتوما ملي كانوا كيسبوا لينا بناتنا في مواقع التواصل الاجتماعي؟ فين كنتو نتوما ملي كنا حنا كنتسابوا لف بناتنا لف ولادنا لف صحرائنا لف بلادنا لف مالكنا؟ فين كنتو؟ مع عمرنا شناكم كنتو كتقولوا نحن مع المغرب ونحن مع ما كنتو غابرين نتوما. الحاجه دي ما خصكم تلصقوا عليها. ورا المهم جيت نقول لكم الاخوان العرب اللي كاينين فوق الكره الارضيه غتجيو عندنا ان شاء الله في كاس ديال افريقيا للامم، ياك جيو مرحبا بكم والف مرحبا، ولكن شرط. شتو الدراري عندنا كيديروا قباح، الدراري عندنا قباح كيقطروا من العينين. التزموا الصمت، التزموا الادب، التزموا الاحترام، والتزموا ادب الحوار. فهمتي مني تجي اخويا المغرب هذيك العنطازيه والفانتازيه خليها في بلادك، جيو احترم البلاد صافي تفهمنا. انا عدت لكم الدراري عندنا قباح، الدراري عندنا قباح قباح. راه شتو شدوا واحد لعبوا في الماء قالوا ليه لا ما قلتيش فلسطين حره تخرج. تجي عندنا وتقول لنا حق الصحراء الغربيه مالككم حق بناتكم حق، راه تلقى راسك في المحيط وما تخرج منه. تتقول المغرب بلد الشرافه وتقول الصحراء مغربيه وتقول عيش الملك عاد تخرج. المهم انا وصيتكم عندنا الدراري قباح، الدراري عندنا قباح 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 قباح. صح الاخت كارون. وا سيدي باقي نسيت طهاري. كانت ضربة قوية ورائعة اليهود في أوروبا وبالتحديد في أمستردام من خاوتنا المغاربة وإيرانيين وأتراك. يعطيكم الصحة، والله اللي بردتوا قلوب قوم مظلومين، راكم بردتوا قلوب خاوتنا في غزة. يعطيكم الصحة وجزاكم الله خير. وحبيت نبشركم خاوتي اللي راكم في هولندا، الماتش تاع اللي راح يلعبوه في الطليان مع اليهود سي بون ميم جايين، والماتش ثاني غدوة مع البلجيكا راح يلعبوا مع فرنسا ميم رايحين فرنسا، راه مرعوبين وبعثوا لهم طيارات باش يعاودوا يرجعوهم لتل ابيب يا ربك. لي زوم يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. ان شاء الله هذوك اللي لحتوهم في الواد واحد ما يخرج منهم حي. كانت ضربة قوية ورائعة اليهود في اوروبا وبالتحديد في امستردام من خاوتنا المغاربة وايرانيين واتراك. يعطيك الله اعلم هاد الهضره هادي اللي قال المغاربه اني معاك، حيت كلشي تيقول لك مغاربه كانوا معاهم ايرانيين واترك. الله اعلم ما غادي نتفق معاه ولا ما نتفق معاه الله اعلم. المهم كما العاده الانجاز عربي في جديد الاخبار.
العاجلة بحادثة أمستردام. هنا مصادر الحدث تتحدث عن ارتفاع عدد الإسرائيليين المفقودين في أمستردام إلى 7 والمصابين إلى 15. إذن مصادر الحدث تتحدث عن ارتفاع عدد الإسرائيليين المفقودين في أمستردام إلى 7 والمصابين حتى هذه اللحظة إلى 15. سمعتوا معايا 15 و7 مفقودين. اللقطه اللي كوبي كنا عاد المفقودين بيان سور نظريا وقال لك صيفط طيارات باش انه يجيب هذوك الناس طيارات خاصه باش يجيب دوك الناس زعما اللي تما المهم هذيك يعتقهم ولا شوف السماء هو. وعلى حسب ما سمعت ان السلطات الهولنديه رفضوا قال لهم لا يمشيوا في طياره نيت عاديه ما يحتاج تجيب لنا طيارات تجاولك والله اعلم. لقطر كوميك قال لك يتفاوض مع الجالية المغربية يتفاوض مع الجالية المغربية في هولندا علشان بدوا الأسرة السبعة دوك الأسرة اللي بحرا قال لك ولا من الأحلى عندنا أسرة. كوميك هذا اللقطر. نتنياهو بيتفاوض مع المغاربة اللي في هولندا. نتنياهو بتفاوض مع حماس عشان الأسرة اللي موجودين عند حماس وهالقصر يتفاوض بده السبع خنازير بده السبع أسرة الخنازير اللي عند الجالية المغربية في هولندا. مش عارف من وين يلاقيها هالمسكين وقع مع المغاربة. أقسم بالله الشباب المغاربة كانوا بيمسكوا الخنازير اليوم بالكفوف طليب يا ولد الكحاب بيهم يا ولد. واحد مغربي حاط رجله كلها في مؤخرة واحد مدخل رجله كلها حاط رجله كلها في مؤخرة الخنازير اللي عند الجالية المغربية مشاء الله. المهم كما العادة أنا ديما لا أتفق مع العنف ولكن أتفق على الدفاع عن النفس. قال لك سيدي بعد اعتقال أتراكه كانوا أتراكه ونط وزير الخارجية التركي حتى هو قال لك بعد اعتقال أتراك في أحداث أمستردام وزير الخارجية حتى اعتقلوا أتراك ومغاربة. ما عرفتش واش كاينين جنسيات أخرين ولكن تعتقلوا. هذا الشيء هو اللي هضرت عليه في الاول الفيديو اللي قلت ان شاء الله ما يكونش شي ضرر ولا شي ولا دي كونسيكونس على الجاليه المغربيه وعلى المغاربه ديالنا. المهم قال لك بعد اعتقال الاتراك وزير الخارجيه التركي تيهضر بها السيغ على ديالو قال لك مشجعي المنتخب الاسرائيلي قال لك اخرجوا الحدث الرياضي عن سياقه وشتموا المسلمين والعرب. المهم قال لك ندين اعمال الشغب في امستردام التي كان سببها مشجعي المنتخب الاسرائيلي ونرفض ازدواج المعايير وتحميل المناصرين للقضيه الفلسطينيه اسبابا. ايوا ان شاء الله ما يكونش شي مشكل كبير على المغاربه ديالنا. الله يحفظهم الله يحفظ المغاربه كاملين بشعبا وملكا. ورشيد عيوه يا رب اكرم الجاليه المغربيه في هولندا. امين يا رب كتر من اعضاء الجاليه المغربيه في هولندا. امين يا رب احفظ الجاليه المغربيه في هولندا. امين يا رب زود السالري بتاع الجاليه المغربيه في هولندا. امين ان الوضع خرج عن السيطره الوضع مش عارفين يسيطروا عليه وانتشرت الجاليه المغربيه في هولندا واي خنزير بيلمحوه بيديله درس عمره ما يتنسي. الناس يا جماعه انا عرفت دلوقتي ليه المغاربه بيتعلموا البوكسنج او بقالهم 20 سنه بيتعلموا البوكسنج. شوف يا باشا جاب الواد كده وقعد يضرب فيه يطلع فيه القديم والجديد مسكوا كل خنزير ورا خنزير وبداوا ان هم يطلعوا فيه الغل كله لدرجه ان عندك الناس اصلا الخنازير دول بقوا بيضربوا ايديهم في جيوبهم ويقولوا لهم هديكم كل الفلوس اللي معايا. بس هو الخنزير شايف ان الحياه بالنسبه له كلها فلوس وشايف ان اللي بيضربه ده بيضربه عشان فلوس. لا يا باشا فوق لا يا باشا فوق الناس دي مش بتضربك عشان فلوس ولا مستنيه فلوس سعادتك يا خنزير يا ابن الخنزيره. الناس دي عندها قضيه وشرف وكرامه يعني بيعملوا اللي هم بيعملوه ده علشانه علشانك انت يا خنزير يا ابن الخنزيره اللي مفكر نفسك ان انت سيد العالم وانت ولا سيد ولا نيله ما حصلتش حتى زيد العاطفي. فانت دلوقتي مكانك فعلا كان تحت الاقدام زي ما الجاليه المغربيه في هولندا عامله. ايوه لا اله الا الله
باقي السكر المغربي. من عندما حرر صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس كان ربع جيشه العظيم من المقاتلين المغاربة الذين أرادوا بعد الانتصار العودة إلى أوطانهم كغيرهم من المتطوعين من بلاد الشام والعراق ومصر وآخرين، إلا أن السلطان صلاح الدين سمح للجميع بالعودة إلا المغاربة. وحين سئل عن سبب تمسكه بهم وبناء حي مقدسي خاص بهم أجاب بأن المغاربة قوم يعملون في البحر ويفتكون في البر، أشداء على الكفار لا يخافون طرفة عين في الدفاع عن المقدسات والمسلمين. يختم صلاح الدين. إلى اللقاء. ايوا كما قلت لكم الله يدير شي تاويل خير للمغاربه ديالنا في كل في العالم كامل، وهادو ديال امستردام. وكما شفتوا من مورا هذاك الشيء اللي غد ليه الهولنديين احتفلوا بما قاموا به المغاربه، احتفلوا الهولنديين احتفلوا وتضامنوا مع المغاربه بيسر. وشوفوا معايا ان شاء الله كما قلت لكم ما يكون حتى شي مشكل. وهنا باش نساليو الفيديو بعد اللقطه هذه خليناكم على خير، كتبين ندير لكم الفيديو نتاع الاحتفالات ديال المسيره الخضراء، ولكن تيجي شي فيديو اللي خصو يتحط في البلاصه، دونك غادي نعطلو حتى لغدا ان شاء الله. خليناكم على خير.